شباب، كيف الحال؟ انا عبد الله. الانترو هذا مو حقي، دقيقه خلينا نغير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيف الحال شباب؟ شو الاخبار؟ انا عبد الله جميل ابو ماجيك، وش عندنا اليوم؟ اليوم يا جماعه الخير عندنا سألني الحلقه الثالثه تقريبا. اللي تابعوني يعرفون اني انا يعني بين فتره وفتره احب اني والله اسوي مقطع اسالني اجاوب فيه على اسئلتكم واشبع فيه فضولكم، لاني عارف انه في كميه ناس كثيره مره 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 ملاقيف يعني يبون يعرفون اي شيء وكل شيء، فحبيت اني والله اخصص لكم هذه السلسله او هذه المقاطع اللي اسويها من فتره وفتره على اساس يعني اجاوب على اسئلتكم. اوكي، طبعا كالعاده الاسئله هذا من حسابي على الانستغرام، نزلت هذه الصوره على حساب الانستغرام راح تطلع لكم قدامكم الحين، وقلت لكم اسالوني يا جماعه الخير بصور مقطع، وجاتني تقريبا 1080 سؤال. الله يعين على الاجابه على 1080 سؤال. اللي ما تابعني على الانستغرام لحد الان اتمنى انه يروح يتابعني، راح احصل حسابي تحت في الديسكربشن ان شاء الله. وقبل ما اخش المقطع هذا يا جماعه الخير لا تنسوا تضغطون على زر اللايك وتشتركون في القناه اذا ما كنتم مشتركين، ويلا يا ولد خلينا ندخل على اسالني. ليتس جو. ابو عزه يقول لك ايش هدفك في اليوتيوب؟ يعني وين تشوف نفسك بعد كم سنه؟ ابو عزه حبيبي نظام الاسئله الجوهريه، وأنت ماذا تفعل بدوني؟ مدري وش هذا عشان ما أحبه ترى. أوكي. بعد كم سنة أشوف نفسي واحد من أكبر اليوتيوبرز على مستوى الشرق الأوسط أو حتى على مستوى العالم، أعتقد أن هذا الطموح مرة حلو. وإذا ما حبيت شغلة اليوتيوب، أنا أحبها صراحة الآن، لكن في حال أني ما استمرت فيها لسبب أي سبب، إن كان إعاقة جسدية جاتني أو إعاقة فكرية جاتني، أي شيء ممكن يخليني أبطل اليوتيوب، أعتقد أني بكون معلق رياضي. معلق رياضي اللي هو معلق على مباريات الكوره وكذا، واذا عاد هذا الشيء ما زبط يمكن اكون بطل كمال اجسام، لاني مره احب رياضه الحديد وكمال اجسام والاشياء مره احبها، فممكن اصير بطل كمال اجسام. ثلاثه سيناريوهات، ثلاث حيوات مختلفه بالنسبه لي، هذا راح يصير ان شاء الله بعد كم سنه باذن الله. عندك عيال؟ ايوه عندي ولد واحد بس اللي هو ماجيك الصغير، شوفوه هناك. طبعا ماجيك الصغير ما يصوم، ما اعرف ليش ما يصوم، عنده مرض الظاهر او شيء. ولع صايم ولا ما ادري كذا. اقول له يا ولد يصوم؟ ما في ولد عاق. تام يقول لك هل ممكن نشوفك تسوي ردة فعلك على مباراة كاس العالم؟ نعم، وهذا الشيء اللي انا خطط عليه. ابغى اشتري الليزي بوي، ما ادري اذا تعرفون الليزي بوي ولا لا. هو زي الكرسي كذا تسحبه مع الجنب يقلب سرير، يعني ما يقلب سرير زبده. الليزي بوي ترى شيء مره حلو، مره مريح، فابغى اشتريه وبحطه هنا ان شاء الله، بكون اتفرج مباراة كاس العالم على الشاشه حقتي. مواصفات زوجتك المستقبليه، اعتقد هذا السؤال جاوبت عليه في الحلقه اللي راحت، فاللي يبغى يعرف هذا الجواب يروح يتابع الحلقه اللي راحت. كم طولك؟ طولي 1.80 تقريبا. اي نعم انا طويل. نخلع عمود كهرباء، زرافه، ذباتكم النايمه هذه ما نبغى نسمعها. اوكي، مسلسل او فيلم تابعته على نتفليكس وتنصحنا فيه؟ الامانه قليل المسلسلات اللي احب اني اتابعها على نتفليكس او تكون من انتاجات نتفليكس، لكن خلينا نقول مبدئيا 13 Reasons Why حبيته. الموسم الاول كان مره خرافي، لكن الموسم الثاني كان زباله ما عجبني. Stranger Things برضو الموسم الاول حلو، الثاني والثالث كلها كانت بيض، ما ادري اعتقد انه في ثالث. الزبده انتاجات نتفليكس حلوه، لكن انا ما احب اني اتابعها بكثره او اني والله مدمن عليها. لا. هل فطرت في رمضان؟ واذا ايه كم؟ لا الحمد لله ما فطرت في رمضان، وما اعتقد انه هذه مشكله، يعني معليش الناس اللي ما تصوم جدكم انتم تصومون وش ترى؟ اي مجرد 12 او 13 او 14 ساعه فقط بدون اكل، ما يمديك يعني تتحمل يا حبيبي. في اشياء تقدر تسويها، ممكن تاخذ موز قبل النوم هذه راح تخليك ما تعطش، ممكن تاكل كربوهيدرات معقده راح تخليك ما تجوع، في اشياء كثيره تقدر تسويها. صوم الله يرحم لي والديك، اتحسس انه الصيام مو نهايه العالم خلاص، اذا ما اكل دحين او انا بموت، انا بنتحر، انا ما ادري ايش بيجيني. اذا مره استخدم اله الانتقال في الزمن اللي هي هذه، اعطيها نوم يا حبيبي، لا تصحى الا على صلاه المغرب، اهم شيء صومك لا تفرط فيه. صح انه ما في لا صلاه ولا عباده ولا شيء، لكن صومك يا ابوي لا تفرط فيه، حرام. لا اله الا الله. يقول لك ايش العباره اللي تؤمن فيها وتحسها اساس حياتك؟ سؤال جوهري للامانه، في عبارات كثيره مره احبها ومره ما اخذها انها اساس حياتك، لكن مبدئيا خلينا نقول ارضاء الناس غاية لا تدرك فعليا. يعني اخوان كل واحد بيشوفك بالنظره اللي هو يشوفها فيك، ما اعتقد انك تقدر تغير قناعاته ورايه. انا متضايق صراحه من هذه النقطه، اعتقد اني تكلمت عنها من قبل، هو الناس اللي تحكم على شكلي. ولا على اي حال، ارضاء الناس غايه لا تدرك يا صاحبي، لا تعيش على انك ترضي الناس بحريقه، خلي الناس يحرقون، اهم شيء نفسك واهم شيء قدراتك واهم شيء مواهبك تطورها واستفيد منها. ليه فتحت قناه في اليوتيوب؟ وش هدفك؟ شهره او متعه وتسليه لا اكثر. في البدايه اول ما فتحت قناتي كانت مجرد طقطقه يا جماعه الخير، كنت انزل فيها بلاهات ونزل فيها مقاطع زي الخرا، لكن شويه تحول الموضوع هذا الى بزنس بالنسبه لي، او حتى خلينا نقول بلاش بزنس، احسها كلمه ما تنفع، خلينا نقول لايف ستايل. صراحه اليوتيوب صار جزء كبير من يومي، جزء كبير من حياتي، مره صرت احب اليوتيوب، غير كذا اني اسوي اليوتيوب عشان اعيش،
فيعني عندك اكثر من سبب مخليني مستمر في قناتي في اليوتيوب. يقول لك ليش ما تسوي قناه لماجيك الصغير؟ ماجيك الصغير يا ابوي ما يعرف يتكلم اساسا، باليلا يتحرك ما يتحرك يا ابوي، لا يعرف يتكلم ولا يعرف يكتب ولا يعرف يقرا ولا يعرف يتابع مقاطع يوتيوب ولا ياكل ولا شيء. تبغى يفتح قناه الله يصلحك؟ بدري يا شيخ الله يعطيك العافيه. لا معليش، لا اسوي له قناه انزل له بقى. ايش انزل فلوق؟ والله اليوم يا عيال انقطعت يدي ورحت خيطت عند الخياط يا شيخ. يقول لك بتعمل فيديو كليب ولا لا؟ للامانه انا ناوي اني اسوي فيديو كليب، او بلاش فيديو كليب، اخر كلمه فيديو كليب الحين، انا ناوي اني اسوي اغنيه، لكن حاليا يعني اماني ماخذ الموضوع هذا بجديه تامه. يمكن مستقبلا او والله اذا تيسر الوضع، خصوصا انه انتاج اغنيه واحده ترى يكلف مبلغ وقدره، وانا ماني من الناس اللي يحب والله مساعدات ناس اخرين، فمثلا ما احب انه والله يجيني منتج موسيقي ويقول لي تعال خليني انا بسوي لك الاغنيه مقابل انك تنشر قناتي، لا ما احب هذا النظام. ابغى اسوي اغنيه بمجهودي انا وباجتهادي انا، ما عندي مشكله لو خسرت عليها فلوس، طالما ان الاغنيه راح تطلع حلوه والناس راح يحبونها ويحبون يسمعونها بكثره واستمرار، اعتقد هذا الشيء عادي جدا. فان شاء الله قريبا راح اسوي اغنيه يمكن يكون فيها فيديو كليب مع اللي، لكن غالبا راح تكون اغنيه. اوكي، يقول لك لو تزوجت وحده وقالت لك اترك اليوتيوب بتتركه؟ انا ما اعتقد اني راح اتزوج واحدة تقول لي اترك اليوتيوب، فلا. ابو ماجيك، من وين جاتك فكرة الاسم؟ واتمنى تواصل بهذا العطاء، اخوكم فلسطين. حياكم الله جميعا اهل فلسطين. بخصوص سالفة الاسم، ادري انه كثيرين فيكم بيقولوا لي هذا الاسم غبي، هذا الاسم سخيف، هذا الاسم مدري كيف جاي، وش اللي ابو ماجيك، ما وظفاك، ايش اللي قاعد يصير؟ والله ماني صايم. المهم انه ايش الاسم هذا اللي مدري كيف جاي؟ ايش الاسم الغلط هذا اللي ما اعرف ايش اللي قاعد يصير فيه؟ السالفة وما فيها يا جماعة الخير، ان انا زمان كنت احب اني والله اسوي العاب خفة، اللي هي هذه العاب الخفة، عرفتوها اللي بالورق، اللي يمسك الورق زي كذا ويقعد يسوي لك زي كذا، بعدين يقعد يسوي لك كذا، بعدين اصبر شو الحركة يا عيال، شو الحركة، شو كيف. المهم ان زمان كنت مرة احب اسوي العاب خفة، فسميت نفسي ابو ماجيك، والان انا هنا بطلت اسوي العاب خفة عشان يعني ابوي قال لي حرام فلا تسويها. نعم. يقول لك قول الصراحة، هل تنزل كل يوم مقطع في رمضان عشان الفلوس؟ تقدر تقول عشان الفلوس، وتقدر تقول عشان الناس تحب تتابع في رمضان اي شيء، وبنفس الوقت انا ودي اني اصير انسان مميز يعني في رمضان، فحبيت اني انزل يوميا. اعتقد قليل اليوتيوبرز اللي ينزلون كل يوم في رمضان، فحبيت اني اكون واحد منهم. على اي حال يا جماعه الخير، هنا بنكون وصلنا لهذا المقطع، اتمنى تكونوا استمتعتم. لا تنسون تضغطون زر اللايك وتشتركوا في القناه اذا ما كنتم مشتركين. ايضا تابعوني على حسابي في انستغرام، ترى صرت اسوي فعاليات حلوه، صرت اسوي بث مباشر يعني يوميا تقريبا، او يعني شبه يومي، فخلينا نشوفك على انستغرام. اوكي، يعطيكم العافيه، نشوفكم على خير في المقطع الجاي باذن الله. على خير، سلام عليكم.